هاي اسمها المطاحن. شنو المعاناة اللي تعانون؟ المعاناة كلها هاي الطسات الجوة أزيد شيء هذه وط جوه. قصالكم على الحالة؟ هاي صار لنا سنين عليها. نعاني التكسرات هذا الشارع من التحرير لحد الآن ما حد جاء دارنا ولا حد شاف هاي الشوارع تكسرات داق عليها. هذه بالمطر فيضانات هذا الشارع ما ينفاد. المطاحن شارع المطاحن شارع 20 يسمونه أبدا هاي البوالي مكسرة ما حد يصلحها. ضربات الصواريخ هذه بالشوارع ما حد يصلحها. نحكي بس ما حد يسمع ما حد جاء ابدا. وهاي اكثر الطسات ضحك عليها دي الكاميرا مالك وضحك عليها هاي من يعني المواطنين دفنوها خاصه من ناحيه السيدين. واذا جاء هسه موسم المطر يجينا بخير والله ما يمشي هذا الشارع. والله ضحك شوفت عنك هاي الشوارع ضحك عليه يعني شوف ضحك من هنا الى غادي السياره ما تقدر تمشي بيه يعني طسات في النوبه يعني. وشوف انت الوضعيه بعينك دحك هاي الطسات طس غادي طس غادي طس هناك براس الفرع. لا 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 ما حد جه. تكسرات من الحديقه مدمرتنا دمار عباك مو شارع وديان عبالك ماي دمرنا دمار مش تمقل حتى نمشي لا مشي ولا بالسيارات. شو طالبين؟ طالبين يسوون لنا اياها هنا الشوارع ما حد جه ابد ولا حد وصلنا. المعاناه اول شيء طسات مدخل المنطقه حيل يعني طساته قوية الله مدالك المدخل الورا صايد درايج ذهابا وأيابا. هذا صار له 10 سنين من تبلط هم صايد درايج وكله نقر يعني نوبات يعني حتى النفرات يعني ما يعني يقول ما أصعد تاكسي أو ما حد أبو التاكسي يشيله من هنا يطلع لي الشارع يمشي يعني مو يخلص من الطسات أبو التاكسي. شو طالبوا شكوكي؟ والله الطالب التوفير الأول شيء التبليط. أبن صار له هاي تقريبا 10 سنين هذه وذاك ما مبلط.